ها قد اقتربنا واخيرا من تجربه كينغدوم هارتس 3، لعبه تعاقب الادوار التفاعليه الشهيره والتي طال انتظارها لاكثر من عقد من الزمن. السلسله والتي دائما ما قدمت عالم من الخيال مليء بالجمال، تعرفنا فيه على شخصيات رائعه وعشنا فيه ذكريات مع شخصيات ديزني المحبوبه. ومع هذه الاصدار يبدو اننا سنخوض مغامره ممتعه بقصه جديده مع طريقه لعب ممتعه تستحق كل هذا الانتظار. إليكم 10 أشياء يجب معرفتها عن اللعبة المنتظرة Kingdom Hearts 3. Kingdom Hearts 3 هي لعبة تعاقب أدوار تفاعلية من نشر وتطوير شركة الألعاب اليابانية Square Enix، والتي شهرت بسلاسل Final Fantasy و Dragon Quest وأيضا سلسلة Kingdom Hearts. و Square Enix بدأت بالسلسلة بالتعاون مع الشركة الترفيهية الأمريكية الشهيرة Walt Disney، وهي الجزء الثالث الرئيسي من السلسلة والجزء الثاني عشر بشكل عام، واللعبة تستخدم محرك Unreal Engine 4. 13 عاماً هي الفترة الفاصلة بين الجزء الثالث ومتممتها الجزء الثاني من السلسلة الصادر في نهايات عام 2005 على بلاي ستيشن 2. هذه الإصدارة ستكون الفصل الأخير لقصة The Dark Seeker، وتدور أحداثها مباشرة بعد أحداث Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance الصادرة عام 2012 على جهاز نينتندو 3DS. تجري أحداث قصة Kingdom Hearts 3 مجدداً مع البطل سورا ورفاقه بطوط وغوفي والملك ميكي وأيضاً ريكو في سعيهم للبحث عن مفتاح عودة القلوب وأيضاً حراس النور السبعة، كما يحاولون إحباط خطة زيهونار والتي قد تشن حرب كي بلايد ثانية. وبما أن هذه الإصدارة ستكون الفصل الأخير لقصة The Dark Seeker، سيتم تقديم قصة أعمق من السابق كما ذكر المخرج تيتسويا نامورا. على الرغم من أن Kingdom Hearts 2 هي المتممة لKingdom Hearts 3، إلا أنها لا تتوافق مع المسار الزمني لأحداث القصة. فالمسار الزمني الصحيح لقصة السلسلة يبدأ مع Kingdom Hearts Union X Cross، مروراً بKingdom Hearts Birth by Sleep، Kingdom Hearts 1.5 Final Mix، Kingdom Hearts 358 Over 2 Days، وKingdom Hearts Chain of Memories، Kingdom Hearts 2.5 Final Mix، Kingdom Hearts Recoded، وأخيراً Kingdom Hearts Dream Drop Distance. من أكثر الأشياء التي ميزت سلسلة Kingdom Hearts هي مشاركة عوالم مختلفة من عوالم ديزني لتكون مرتبطة مع أحداث القصة. فغالبية عوالم ديزني التي تم تقديمها في هذه الإصدارة هي عوالم جديدة على السلسلة. فهناك مملكة كورونا المبنية على عالم تانجلد، سان فرانسوكيو المبنية على عالم بيج هيرو 6، توي بوكس من سلسلة حكاية لعبة، مونستروبوليس من شركة المرعبين المحدودة، بالإضافة إلى آلنديل المبنية على عالم فروزن. أيضا سنخوض المغامرة مجددا في عوالم سابقة من ديزني كأولمبس من عالم هرقل ومنطقة الكاريبي من سلسلة قراصنة البحر الكاريبي. هذه الإصدارة لا تشمل أي من عوالم فاينل فانتسي. بغض النظر عن عالمي حكاية لعبة وبيج هيرو 6، جميع عوالم ديزني التي تم تقديمها في Kingdom Hearts 3 هي مبنية على نفس الأحداث التي جرت مع الأفلام. فعلى سبيل المثال، أحداث عالم قراصنة البحر الكاريبي تجري وفقاً لأحداث الجزء الثالث من السلسلة At World's End. أيضاً مملكة أرنديل في Kingdom Hearts 3 تجري أحداثها تزامناً مع أحداث فيلم فروزن، لكن تم ابتكار قصص جديدة من عالمي حكاية لعبة وأيضاً بيج هيرو 6. فالأحداث في عالم حكاية لعبة تجري ما بين الجزء الثاني والثالث من السلسلة، أما في عالم بيج هيرو 6 فتجري الأحداث تماماً بعد أحداث الفيلم. كسابقتها من الأجزاء، Kingdom Hearts 3 هي لعبة تعاقب أدوار تفاعلية استفادت أيضاً من عناصر ألعاب هاكن سلاش. فقد حرص المخرج تيتسويا نومورا وفريقه على تقديم طريقة لعب ممتعة وغنية شاملة نفس عناصر اللعب السابقة كمختلف الهجمات السحرية والقوية مع بعض العناصر الجديدة كالهجمات التعاونية مع الفريق. أيضا لم يتم التخلي عن الأوامر في هذه الإصدارة، حيث بإمكان سورا استخدام سلاح المفتاح للتحول. أيضا ما يميز طريقة اللعب هي أنها متفاعلة مع عوالم ديزني في التصاميم وأسلوب اللعب. فقد شاهدنا في العروض الترويجية سورا ورفاقه بهيئة كالدمى في عالم حكاية لعبة، أيضا كالوحوش في عالم شركة المرعبين المحدودة، وفي عالم قراصنة البحر الكاريبي ظهروا كالقراصنة. وفي كل عالم سيتم تقديم أسلوب لعب مميز. سورا هو الشخصية الرئيسية القابلة للعب في Kingdom Hearts 3 وبرفقة بطوط وغوفي كفريق مكون من ثلاث شخصيات على الدوام، لكن في هذه الإصدارة هناك إمكانية إضافة شخصيتين مع الفريق لأول مرة في تاريخ السلسلة ليصل عدد الفريق إلى خمس شخصيات. فعلى سبيل المثال وفي عالم حكاية لعبة شاهدنا وودي وباز لايتير يقاتلان بجانب الثلاثة،
سورا ليس الشخصية الوحيدة القابلة للعب في هذه الإصدارة، فبالإمكان اللعب أيضا بشخصية ريكو في مراحل معينة من القصة. سورا ورفاقه سيواجهون مختلف الأعداء من هارتلس ونوباديز وأنفيرست مع أشكال مختلفة وجديدة من هؤلاء الأعداء، وبالإضافة إلى الأعداء صغار الحجم سيواجه سورا زعماء عمالقة. هذا الأمر سيوفي المزيد من الحرية في الحركة وتنفيذ هجمات كبيرة واستغلال البيئة المحيطة، وهذا أيضا سيسمح لسورا بالقيام بالاستدعاءات كقطار الموت أو سفينة القراصنة وغيرها من الأشياء المستوحاة من عوالم ديزني. Kingdom Hearts 3 ستصدر في 29 من شهر يناير الموافق 22 من جماد الأول بعد 4 أيام من صدورها في اليابان، وستكون اللعبة متوفرة على أجهزة PlayStation 4 وإكس بوكس 1 من غير وجود نسخة للحاسب الشخصي أو حتى نينتندو سويتش. هناك أيضا نسخة خاصة تحمل اسم Kingdom Hearts All in One شاملة Kingdom Hearts 1.5, Kingdom Hearts 2.5 و Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue، بالإضافة إلى Kingdom Hearts 3 بسعر $99 أمريكي. عموماً هذه كانت 10 أشياء يجب معرفتها عن اللعبة المنتظرة Kingdom Hearts 3. أشكركم على المتابعة، وإذا عجبكم المقطع لا تنسوا النشر والإعجاب والاشتراك بالقناة وأيضاً تفعيل التنبيهات ليصلكم كل جديد. وحتى ذلك الحين أستدعكم الله والسلام عليكم.